عرفت حادثة محمد عاشور بولاية البويرة والذي لا زالت عملية البحث عليه متواصلة انتشار الأخبار الزائفة والكاذبة، الأمر الذي أثر سلبا على عائلة ضحية. إشاعة هذه ضرت كاع الأمة، ضرتنا احنا الأولين بزاف عائلة الضحية تبارك الله فيك. فبعد فيديو غريق ولاية تيزي وزو والذي تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه يتعلق بانتشال جثة محمد عاشور، وكذا الخبر الزائف الذي أكد فيه أحد المواطنين أنه شاهد الضحية بوادي الدهوس وغيرها من الأخبار الزائفة، جاء الدور على الدجالين. والغريب أن مجموعة من المواطنين حتى وإن كانت قليلة فقد صدقت ادعاء أحد المشعوذين الذي زعم أنه يعلم مكان الضحية، فأرغمت هذه المجموعة السلطات على الحفر في المكان الذي حدده هذا الشيخ، بل قاموا بإتمام عملية الحفر بأنفسهم منذ الصباح وإلى غاية ساعات متأخرة من الليل، وبعد أن قاموا بكسر القناة لم يجدوا سوى المياه القذرة فانصرفوا. واحد الشيخ قال لهم راهم هنا، قالوا لهم ما تلقاوش هنا دفنوني هنايا، ومن بعد هرب راح. حنا من الصباح رانا الشعب هنايا. الصباح انتم تحكوا؟ من الصباح الساعه 6 قرب. ومن بعد راك تشوفها مازلنا الان. واش لقيتو؟ لقينا اللي بيز مع الماء. هذا ما لقينا، ما لقينا لا العبد لا. ما كانش مسوريا 80% ولا 200%. قال لهم شوفوا ما تلقاوهاش هنايا اردموني انا هنا. لو كان جيت انا همالي اللي قالها لي والله غير نردمو صح، باسكو راك قتلت زيت قتلت ام موراك. حادثة هذا الشيء خلفت 3 جرحى جراء تدافعهم، من بينهم هذا الجريح الذي رفض نقله الى الاستعجالات قبل رؤيته للشيخ داخل الحفرة وهو يوجه سلكه يمينا ويسارا. هي مجموعة حتى وإن كانت قلة، فكان يفترض أن تساعد أعوان الحماية في عملية البحث وتمشيط الوادي، وإن لم تستطع فبدعاء صادق أفضل من تزكيتهم لشيخ يدعي أنه شخص خارق.